طيب نكمل. positive organism سيدي 180 أقل من 200. أيوة ماشي. غلط. مش سؤال تعجبني أوي. تعال نخلص السؤال. والهيموستاسيس بيبقى فيه مينيمال جيست ساينز. The core sacral for the right side chest X-ray consolidation. يبقى strip. احنا حلينا السؤال ده امبارح يا دكتور حسن، غلطنا فيه برضه، قلنا كومنس اس كومن، ما دام هو برضه بتاع ده عندنا consolidation نختار ال strip pneumonia بالظبط، هو نفس يعني ما النقطة بيعملش بس. حاجة في اللنج، اللي بيعمل كان باي لاترال حاجة بسيطة كده. والأكسجين saturation 97 يعني كويسة، ما عندوش دي سات يعني. تاني دايما يقول عليه اللي هو اكسجين دي ساتوريشن. اوكي not most likely diagnosis. I am معاه MRI show white matter lesion bilaterally in the parietal lobe. اللي هو الايه بي ام ال ده، ماشي. اتش اي في و progressive weakness in her lower limbs و has found it difficult to walk up the stairs and become generally clumsy, you know, into non-compliant with his antiretrovirus, no systemic symptoms such as weight loss, no past medical history, ال power normal ال upper and lower limb, و noted bilateral dissymmetry of the upper limb and the lower limb and the head MRI, matter lesion bilateral parietal lobe. parietal lobe الميتس والتوكسو بلازموزس والباسكولايتس. يبقى عندنا ال ام اس وال بي ام ال. وايت ماتر بايلاترالي ان برايتال، انا ما اعتقد اللي هي ال بي ام ال. طيب بيطلع بي ام ال من دي اللي هو وايت ماتر ام اس بي ام ال اتش اي في وبتاع، عشان ده عبارة عن ايه؟ وايت ماتر ليجن ام ار اي بيعملها الجيسي فيروس. بالظبط. مثل السؤال diagnosis كرياتين كينيز عالي هايبوناتريميا والكرياتينين عالي لو صوديوم. تمام بس شوف السؤال. ماشي لا براحتك بس احنا نقول فيبر ورايجر ومرايك و ما يجو. ماشي رابط بيتن باي رابط تندرنج وين الليمفيدونوباسي والليمفينو نوتس باس كومينج اوت اوف ذا اوف فروم ذيم. طب هات الاختيارات بقى تاني بقى، يعني ما فيش ليمون. لا الثالثه هذه بتاعت الأورجان. تولريميا. صح. بتعامل مع الطابع. أرانب ولا أرانب؟ رودنت بشكل عام. رابط بتاع الأرانب، عضة الأرنب. راديولوجيكال فايندينج. موست. تمام.
appropriate treatment اللي suspect leprosy بس عنده 10 hypopigmented reduced sensation، يبقى دي combined لمدة 12 شهر، انهي واحد اول واحد؟ بالظبط اول واحد. زمين كلوفيدوكسامبسين مدة 1 year أو لو هو أقل من 6 ليجن بتديله 2 لمدة 6 شهور، اللي هو الدبسون والخمسين. هو أقل من 6 ليجن هو الموني اليوني المالتي باسيلري واليوني باسيلري ده. امبينيمين اللي هي بتاعت النيو دلهي الريزيستنت للامبينيمين، النيو دلهي بيتا لاكتاميز 1. هو أخذ إيه الأنتيبيوتكس اللي أعطاه الليبرسي؟ إيه وإيه وإيه؟ ريفامبيسين تاني واحدة. ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ فهموا لنا. ريزيستنت، هو بيقول لك اي انتي بايوتيك بيبقى ليه ريزيستنت عشان بيحصل ميوتيشن في حاجة كده يعني، فاهمني؟ فهو الامبينيمين بتاع النيو ديلي في جدول بقى طويل فيه 5 6 ريزيستنت بميكانيزمز مختلفة، فعايز تبص عليهم تحت بقى. زودوا حاجات ولا ايه؟ انا كنت بس مش ده؟ ايوه بص عليه قبل كده. واحد كمان بتاع فين مقطع النيو دلهي ده بقى؟ مش الجدول ده. مش الجدول ده خالص، نبص على ده. اول مره تعدي عليا النيو دلهي دي. ريزيستنت ديتو كاربابينم ريزيستنت تبيكالي في الكليبسيلا نيمونيا والاشريشيا كولاي هما اتنين اخوات الانتيرو بكتيريس يعني زي كده. برام نيجاتيف دبلو كوكاي مين بقى؟ برام نيجاتيف كوكس روكسل روكسل ايوه اوفنسيف بيبقى ال بعد كده الكلام ده ماشي لما نسيت الدايركت بلازموديوم دي اللي كان بيقول عليها اشرف من يومين تقريبا. التالتة شورت ريترو سيتيك ريلابسنج ستيج كنا بنقول عليها ايه؟ ايه اللي جاب سيرتها ساعتها؟ اللي هو الفيتشر اوف سيفيريتي، فاحنا كنا بنقول ده بيقعد اقل السايكل بتاعته مش بتبقى زي التانيين فبيعمل رابشر بسرعه. سيفيريتي لما يكون اكتر من 1% مش 2 زي الباقي. كان البارازيتيميا بتاعته 1% صح كده. طيب انفولفد ان ريسبونس دي سي جي في عيان جاي بعشرة على عشرة يبقى الأول واحدة الكي شي كوانكيا. أهم حاجة ما فيهاش رياش افكت انجوي ديفيكالت دي تو. لا عادي يبقى فيها رياش بس أهم حاجة سيفيريتي. سيفيريتي ما فيهاش رياش برضه. لا معاها رياش بس عادي، بس هي سيفيريتي أكتر، أي موجود فيها رياش فوق رياش هنا حالة فيها رياش. هما الاثنين سيميلر بس ده السيفيريتي اقوى من الدينجو. كنت متخيل ان الريش بس مع الليلو بس. اوكي.
هداخد ده رياكتيف هيربس سيمبلكس، هتدي له ايه؟ لا ولا ايه؟ organism most associated with examination of ده 31 سنة جاي بديسني أو فيفر من الهولودي دايجنوز نمونيا لب أبر لب هربس تمام ماشي ستريبت نمونيا اللي بيبقى معاها لا كولد سور الانتي بايوتيك كومبلين هيرنج لوس مع ميرسا مع ميرسا مع ميرسا ميرسا وكومنسين ان اي انتي بايوتيك مع اتش اريثروماتيك ماكرو باب ذا بيكام ديفيوز اند كفرنج اكثر من 30 اريا اند كومبلين اوف هيرنج لوس اوف رايت اي. ايه اللي بيعمل كده؟ كان حاجة الحالة دي نقطة فيبريكسيا ورايكول ودايبيتك فود وخدت ايبو فلوكسسيلين والسواب قالت ميرس وهو كومنسد الترناتيف تمام حصل له ايه راش وديفنس صح رايت اي ثينك لانكومايشن نيفروتوكسيستي اوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي وين سندروم احنا شفنا الفانكومايسن ده في الميرسا والكولستان دي في سيلي والانفكتيف اندوكاردايتس والبرتونيال داليسيس بروتونايتس اربع اماكن دول ستريديوم ديفيسيلي اورال طبعا مش الروت الطبيعي بتاعه اورال 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 مفيش منه مفيش يعني بنكسر الامبول يعني والعيان بيشربه تمام غالبا ايوه مصطفى قايل لنا اشرف نسيتها والله الحاجات بتاع مصطفى دي زمان قوي يعني اقل من 10% والله بس 6% متهيألي صح؟ 6% 5% لا ده ده مش سيكشن انتركورس الفيرتيكال 6 كاتبها فوق 6 نيدي الستيك 2% 2 اوكي شكرا diagnosis 22 جاي بايركسيال سيرج او هيتك من الولدي ماشي نزلت فور 6 دايز ورسنينج واندرينج شي هاد نيديد انتي بايوتيك هيستوري فيمراجيا وكونسيدرينج ميبي انيميك تمبريتشر 37 خلاص دي الابشن بار فايروس على جراندولار فيفر ايش اسمه It's like appropriate advice. Vaccination against rabies with gun to visiting your bitten by dog. Was he vaccinated or not? He received vaccine against rabies. Ma'am. As he was going to visit. ياخد مش عارف 2 دوز باين. Should increase that. It should protect. اللي هو البوستر والانتي بايوتيك تقريبا بوستر فاكسينيشن وياخد انتي بايوتيك صح طيب نبص على الريبس كده سريعا كنا بنقول فيه ايه حسب ال if individual already immunized هياخد 2 further dose not immunized should be هياخد immunoglobulin تمام وياخد full course هو
اميونايز هياخد 2 دوز، حتى لو نون اميونايز هياخد فول كورس وهياخد اميونوجلوبولين. كورس بقى فيه كم انجكشن بقى ولا مش كاتب هنا؟ لو اميونايز هتاخد 2، مش اميونايز ده هياخد الفول كورس بلس الاميونوجلوبولين. أيان عنده مرسى تيتي تبقى ماشي. المرسى following antibiotic likely to contribute to this بروستاتايتس. ميتروفرنتوين مش بيها مش بيروح. طيب هو ايه السؤال 65 دبيتون كوز انتيبيتون؟ most likely to have contributed this جون سيبرو. يعني ايه اللي بيزود النيتروفرنتوين؟ نيتروفرنتوين ده مش بيوصل للبروستات اللي احنا بنستخدمه فيه، يا اما ترايمي سوبريم يا اما سيبر. بتهيألي الاثنين دول ممكن نستخدمهم فيه. بروستاتيس ولا ايه؟ بروستاتيس يبقى سيبر. سيبرو؟ سيبرو هنا. لا كان ده موضوع كان النفرو، بس هو كان كاتب كذا حاجة في ال في البروستاتيك، استخدم حاجات في البايلونيفرايتس من حاجات من اليو تي اي، كان من ضمنهم السيبرو. الترايمي سوبريم بينفع برضه، هو اللي مش هينفع النيترو فرنتاين مش هيوصل. السؤال ايه اللي سهل الاصابه بالمرسى يعني؟ فهو السبب اللي بيساعد على كده. انا مش فاهم السؤال. هو السؤال عايز ايه؟ بيقول اللي يسهل الاصابه بالمرسى. هو بيقول ان العيان جالك بعد ما كان بيتعالج فتره طويله عشان بروستاتيتس، جالك بمرسى، ايه اللي خلاه يعني ايه اللي ساعد كده من الانتي بيوتيك ده؟ هو السبرو. الاجابه السبرو ان هو هو السبب. مع ان ده ميكانيزم اوف اكشن وده ميكانيزم اوف اكشن ديفرنت خالص. انا توقعت حاجه من نفس الجنريشن اللي اتعمل لنا الميرس. ماشي. انا بقول لك اوردو سيبرو نوت بيتلاكتام ان انتي بايوتيك سترونجلي لينكد مع اكوزيشن اوف ميرسا. كونيلومس. تمام خلاص دي معلومه سجلها دكتوره بقى نوتس. طيب extensive cervical lymphadenopathy what is the most likely diagnosis؟ diphtheria gray coating seen around the tonsils. بلس 96 خلي بالكم و 38 صح. مش شرط تعمل هارت بلوك، بس هي الفكره ان هو بيقول لك lymphadenopathy في الدفتيريا. lymphadenopathy في الدفتيريا بتبقى بشعه يعني كبيره جدا يعني. لا دي بيسموها بولس نيك برضه ريليتيف براديكارديا بتبقى معاها يعني حرارة عالية زي البلس. مظبوط. سوري بيسموها ايه يا دكتور بتقول؟ بولس بولز نيك. بولز نيك اي بول نيك ابيرنس بتبقى من كتير كل الليمف نود كلهم منفخين حجمهم كبير. ستيبل فاجينال ابيثيليال سيلز ده كان ويف تيست جاردنريلا فاجينالز ستيبلينج. ديزوريشن تلاقيها بتزيد دلوقتي عامل ولا ايه؟ بريجننت. بريجننت رفعت الدنيا باظت غالبا. ايه كبير بريجننت
بنك هيباتيتس اي ليه؟ بيقول لك هنا اللي هو انا بقول ثيرد ترايمستر مرتبط ريت بيوصل ل 20% انه بيعمل انفيرمنت هيباتيتس ويت ليفر فيلير. اوكي سلاب تشيك سندروم هي من important consideration بربر 19 I think هتعمل لها سكين سويب 29 سنة في ميل ولا اي بي جي ولا pregnancy test stool culture sputum culture pregnancy test صح ولا عشان بربر 19 كان بيعمل بون مارو سبريشن وكان بيعمل اللي هو الفيست ديزيز او السلاب تشيك. هو عايز ايه بقى؟ يلا كمان هتعمل ايه بعد كده يعني ايه؟ ايه الامبورتا كونسيدريشن؟ تيرولات جات وريمنس تيست ستول ولا سبيوتم مش عارف مش فاكر هو كاتب التشخيص هو عايز ايه من ال اكيد بريجنسي عشان يشوف الريسك بتاع البريجنسي السايد افكت المهم اللي انت هتدور عليه يعني اي ثينك الثالثه برضه بيعمل فيتال هايدروب during البريجنانسي فيفث ديزيز ماشي بيعمل ابلاستكس كرايسيس العيانين اللي عندهم سيكل سيل انيميا ليه؟ لانه السيكل سيل انيميا يبقى عنده شورت لايف سبان للار بي سيز على ما يضرب الموجود الموجود اصلا بيعيش فتره قليله هيضرب البون مارو فهيخش في ابلاستيك كرايسيس وبيمي بيرو ريد سيل ابليزيا بيور ريد سيل ابليزيا ماشي ده إريثريما في رانش في البيك والباك اوف هيز ارمز الرانش دي ابير بي افتر ستارتنج انتي بايوتيك ماشي ايه الكوز بقى ماشي إريثريما في البيك ايه مش هو الاموكسيسيلين بتاع ال نديلك جرانولار فيبر اي ثينك جرانولار فيبر هي الاموكسيسيلين اللي ايه من 10 ايام عندها جنرال مريض وسور ثروت انت بقيتك بيجي لها كارلت لا اموكسيسيلين اللي هو الجرانولار فيبر ده بتبقى عندها upper airway وتاخد بتاع عشان infectious mucosa صح يبقى كان عندها glandular fever وخدت antibiotic وعملت قلبت براش amoxicillin صح بس هو حاطط القوة amoxicillin برضه يعني على اساس breastfeeding عيانة HIV بباطل الفيدينج اللي هي 30 بريس فيدينج نوت ريكومندد هنا ايه ادفار سير نوت ريكومندد تمام كونتر انديكيتد يعني بطل فيدينج المفروض سيلفر ستين بي بتطلع لنا في البرونكولار بتقول عليها ايه بس معلومه كده سيلفر ستين راحت فين راحت بس سكسس اوكي اي جي جي بامينو كنوبل نوت اميون هي وومن اكسبوز تشيكن بوكس
وهي أقل من 20 ويك. تمام، not sure. عملنا لها انتي بودي طلع نيجاتيف، نعمل ايه؟ هيموجلوبين بقى، قرأ سايكلوفير عادي. هي 19 يبقى كده كده نديها مينو جلوبال. لا 19 اه الاورال اي في اي جي مينو بس. ما الاورال كنا بنديها قبل 20 بعد 20 لا بعد بعد 20 بعد بعد 20 صح؟ 20 متأكدين؟ ايوه يبقى الاورال بنديه بعد 20، بنديه يا اما 7 ايام من الاكسبوجر يا اما وانس الماتش طلع. أما الأمينوغلوبين as soon as possible يبقى قبل 20 واحد بعد 20 اثنين. ماشي، وجليز بوزيتيف كوكاي ستاف أوريوس سيف سيف اوريس وجليز بوزيتيف لايك اسكار بينلس بلاك إشر سيبروفلوكسسين انتراكس شغال ايه؟ لايف فارما بس انتراكس معاها الإديمة بتاعت اللي هي الثلاثة فاكتور اللي بيعملوا لنا الإديمة دي. ايوه القديمة معاها صح فاكتور مش عارف ايه ثلاثة اهو، هو البروتكتيف انتيجين والإديما فاكتور والليثال فاكتور. ماشي، بنسند الأنليرجي الراجل ده. كليندامايسين، مش قلنا كليندامايسين؟ هو مش جاب كليندا ليه هنا؟ ايه diagnosis؟ diabetes type 2 وعنده راش في اللتشين. تمام، painful hot erythematous area و anterior left chin spreading to back of leg. تمام، ده الريترو بقى كده ولا ايه؟ ايه؟ كده الريترو صح؟ دي كان الريترو مكان ايه diagnosis؟ diagnosis cellulitis ده ولا ايه؟ ايوه صبر ليفت شن سيلولايتس مش في فلوكس سيلن بس هو عنده بنسلين ايه بقى البدائل بتاعته كليثرومايسين ماكروليد وإريثرومايسين بص عليها فين مانجمنت عشان نثبتها مانجمنت احنا بنعالج بايه الفيرست لاين دي اريثروميسين او اريثروميسين ان بريجنانس يعني لو كان بريجنانت لو مش بريجنانت دوكس سايكلين يعني هو الالرجي ده هندي مكانه دوكس سايكلين وهي نون بريجنانت ايه لو هي نون بريجنانت اه لو بريجنانت بقى قدامنا ايه كريثروميسين او اريثروميسين من الاثنين طب لو سيفير قوي هندي بقى كوموكسيكلاف سيفتريكزون كليندامايسين عدى علينا كليندامايسين صح؟ سيفروكسيم سيم تاني سكند جنريشن ولا ايه؟ رايكوف المؤسسات الجبرنيون كومبليكيشن نيوموثوركس فيبر مايالجيا وبين فول اي ستيك ريبابليك بلين هي نوت كومبلينت كلاستر وايت ليجن هير باكر ميكوزا
يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ ميزز. ميزز. طيب هنا لينفوسايت عالية أوي، الجلوكوز قليل، والبروتين تمام مش جايب الأسبكت. فيرال 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 جلوكوز قليل مش تي بي. لا الجلوكوز نورمال، جلوكوز نورمال اكتر من جلوكوز نورمال. جلوكوز نورمال بروتين قليل هو ساكي وفي ليمفوسايتوز اكتر حاجه. زاكي زاكي انتيرو فيروس غير من نص على الكيس. طيب ده حالة سي بي سي اللي هو اللي هو نوسوساس جربنون. فده ايه ليه جاي بيدوسني؟ جاي اكيد دوسني ليه؟ عشان ليه مشهور يا مشهور. هنا هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، ده ده الاختصارات. ده الاختصار بوزيتيف بوزيتيف اي بوزيتيف. دي بوزيتيف انفكتيف انفكشوس، ده هيبقى ايه؟ دي والبي بوزيتيف تمام. طيب الاول كانوا الاثنين موجودين ولا عشان نقول سوبر انفكشن ولا ايه؟ كان الدي نيجاتيف الاول صح، وده بقى بوزيتيف يبقى سوبر انفكشن. سوبر انفكشن اول اختيار. كونترا انديكيتد انفستيجيشن ابسوليوت HIV هو بي سي جي راح فين؟ مش موجود. طب البوليو اورال بوليو قلنا البي سي جي والاورال بوليو والانترانيزال انفلونزا انفلونزا والفيبرو كوليرا دول ابسوليوت. كوليرا الانفلونزا انترانيزال والبوليو اورال والبي سي جي انما اقل من 200 لو كاونت يوز اف. لو هو اكتر من 200 هندي ده اكتر من 200. الميزلز ام ام ار والفاريسيلا واليورو فيفر بقيت الحاجات عادي بقى. سبعتاشر في ميل برزنت ريفيو four days ago he present your doctor with severe sore throat, lethargy, headache. خدت course of amoxicillin. 2 days she developed widespread rash. طيب هنا بقى diagnostic thick and thin film identified parasite. Trypanosoma rosy. Which medication treat this condition for acute phase disease? بنزينيدازول ولا ايه؟ بنزينيدازول امريكان تروبنسونز شاغاز دزيزاس دي بتاعت الشاغاز صح؟ دي ميتازول او نفروتيمو ومانجمنت اوف كومبليكيشن. تمام. الثاني كان الافريكان كنا بنقول ايه؟ بنتامدين والسورامين وخلايا الميرارو في نيورو نانوسكوبين. طيب سي دي 43 ده هيجي له ايه؟ كريبتوس
كريبتوكوكس بتاعي. كريبتوكوكس ده كان ايه؟ فين؟ بروجريسيف. هو في السي تي كاتب له اتنويشن ديفيوز، فده بتاع بي ام ان. صح. السي تي كاتب ايه؟ ان هو ماس افكت اون انهانس. هي نو ماس افكت دي دايما بتبقى مع البي ام ال. تمام. هي برضو جدول، لا مش جايبين جداول هنا. طيب هنا كومبايلو باكتر فيرست لاين تريتمنت. طيب هنا الحالة هل سيفير ولا حاجة؟ هل في فيفر كتيرة؟ هل في كتير؟ أنا دي صبرت فتاة بلاد دايريه 10 تايمز ده سيفير. فين؟ ما هو ضغطه قليل، ضغطه 160. خلاص سيبه. وضغطه انا مش شايف قدامي. سيبرو ولا كلاريسو؟ اوه كلاريسو. كان ايه التاني لاين؟ كلاريسو رقم واحد، واللاين التاني كان ايه؟ او كلاريسو صح. لاين كان ايه؟ سيبرو. سيبرو الالترناتيف. يبقى كلاريسو هو الاول وسيبرو هو التاني. اكتف سبلينكتومي اوبتيمال تايم تو جيت اسبوعين بيفور ذن الليكتف. طيب which of the following action taken regard the tetanus؟ ايه الحكاية بقى؟ عنده 19 سنة حلو، واخد فاكسين ولا مش واخد؟ A parent express worry about tetanus. طيب باص ميديكال هيستوري نو اب تو ديت اب تو ديت اول ان شاء الله الفاكسين. طيب خلاص روح على طول. اقول له روح لامك على طول دايركت. طيب ده ايه كرنت تريتمنت؟ جلوكوز قليل وعندنا سلك وانت بوليمورف ده بكتيريا. بكتيريا تمام. خد ايه؟ خد 2 جرام جلودكسامسازون. تمام مع الدوز وكل 6 ساعات. ايتنج كاري وذ رايس وكده وشكلها دي باسيلس. باسيلس تمام. شو رديولوجيكال ايفيدنس اوف نمونيا؟ تمام. اكزامينيشن ريسبيراتوري ريت تكبنك وبالس كتير وماشي وشعر كده. نخرج النص التاني من السؤال. لونج ستروك 2 weeks ago review yesterday start temperature more confused septic screen. خلاص ده قاعد في المستشفى فلازم نديله حاجة ضد المرسى بقى. نديله بيبراسيلين تازو باكتام. لا ده كليبسيلا أظن. كليبسيلا ولا ايه؟ ستروك 2 ويكس. مش قاعد في المستشفى ولا حاجة، هو جاي عشان تمبريتشر عالية وكونفيوجن. هو هو الكليبسيلا بتحصل في العين اللي هم اسبيريشن، يعني الواحد اسبيريشن مش عارف. طب شوف عشان كان قبل في الهيست في الهيست هوسبيتال ستاي قريب المفروض هيبقى ميرسا على ما اعتقد او حاجه كده. تمام ادميتد مش ادميتد فولوينج ادميتد. طب نستخدم ايه؟ بيبراسيلين تزوباكتام حاجه او سودوموناس، يعني الميرسا والسودوموناس. ايوه ده الاوقع. بيبراسيلين لازم التيم. هنا واحد تاني 30 سنة ريتيرمنت هوليدي كان في ايه؟